رئيس ديال الجمعية السيد الشافعي صفيقات السيد الشافعي. الأمين ديال الجمعية سي أحمد القرنطي. الأخ سليم الكاتب ديال الجمعية. بالإضافة إلى الإخوان ديالنا اللي ساعدونا في الأكل وساعدونا في النقاء ديال هذا الفضاء. تنشكر كذلك الإخوان ديالنا في جميع الجمعيات الثقافية والفنية وبالخصوص الطائفة العيساوية اللي حضرت معنا وخلت لنا الزاوية ديالها كاستضافة للضيوف ديالنا. وتنشكر كذلك المعلمين الغياطة ديالنا برئاسة المايسترو المعلم ديالنا سي عبد الغني ولد الفقيه والمجموعة. تنشكر قناوة جمعية الأصالة الرودانية اللي ديما تتحفنا وتتحفن مدينة الرودان جميع اللقاءات. تنتمناو اليوم الخير والبركة وغنرجعو اليوم بعد. المكتب ديال الجمعية ارتاء في هذه المناسبة باش نحضروا جميع الشيوخ ديالنا في الطائفة الحمدوشية، واخترنا لهذا الموسم واحد الرجل اللي عطى الكثير، والتجدد والآباء ديالو عطاو التراث الصوفي الحمدوشي بمدينة تارودان شي الكثير، هو الحاج تهامي خيري. تهامي خيري بن ميلود بالعربي بن محمد، الأجداد ديالو والأباء ديالو والعائلة ديالتو كلها أعطات من أجل الطائفة الحمدوشية ومن أجل الصوفية الحمدوشية بمدينة تارودان اللي نستقبلوه بالزغاريط وبالأحضان وبالاستضيقات. هذه واحد الشهادة تقديرية المكتب قرر باش يعطيها اعترافا للجميل وكذلك اعترافا للخدمات نعطوها السي الحاج تهامي خيري. السي الحاج تهامي خيري ما كتسواش عندنا غير هذه الورقه، تتسوى عندنا الدم ديالنا نعطوه لك لانك راجل من الرجال اللي نجبتهم هذه المدينه وعطاو الطريقه الصوفيه وعطاو لتحمد وشيت حقها وطريقها وتصفيقات السي الحاج. نعيطوا لحبيبنا في الله خونا السيد رئيس المجلس البلدي بالتارودانت بالنيابه السيد يسري عبد الحق. لكي يسلم هذه الهدية المتواضعة السي الحاج. اللهم صل عليه. اخواني بلاتي بلاتي شكرا عجبا. اخواني نحييكم بتحيات الاسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا دا ايها الاخوة الاعزاء اجتمعوا بيوت من بيوت الله يتلون في كتاب الله ويتدرسون في ما بينهم لحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وانزلت عليهم السكينة واذكرهم الله في الملأ الأعلى. اللهم اجعلنا واياكم من هؤلاء يا النبي صلى الله عليه وسلم. نقدم اليكم يا ايها الاخوان تحية والتقدير والعز والكرم. احتضن لي صاحب الجلالة سيدي محمد السادس.
اللهم انفع به البلاد والعباد واجعلوا قدرات لامه الاسلام لمشارق الارض ومغاربها. طب الله تبارك وتعالى يبعث يوم تحت ظلي، يوم لا ظل الا ظلي ولا باقي الا وجهي الكريم. الله يوفقنا واياكم الى العمل وارشد الله اجعلوا جمعا مباركة. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. يا مولانا جميعا. اللهم امين. الحياة بعد الممات. اللهم امين. واجعلنا واياكم الذين نقيم الغرق في الهلاك والارض ورب السماوات. اللهم اجعل يدينا طهارة وقلوبنا طهارة وذكرنا طهارة. اللهم اطهر قلوبنا من جميع السيئات. اجعلنا يا مولانا جميعا في الحياة وبعد الممات. الله يوفقنا الى العمل. اللي فاتوا في هذا المقام السعيد والاولين والاخرين الله يجعل عليهم الرحمه، واللي باقي الله يجعل فيه البركه، الله يجعل فيكم البركه ويجعلكم ان شاء الله قدوات لهذه البلاد ولاهل امه سيدنا محمد كمال اجمعين. لا انا والحمد لله احنا في غرباء كبيره ما يزيد على 44 سنه. احنا مقلعين عليكم لكن اراده الله تعالى دخلت علينا واحنا الحمد لله بين ايديكم. الحمد لله الله تبارك وتعالى وحضرنا معكم في هذا الحفل السعيد وفقنا الله تبارك وتعالى وشنا هذه الوجوه الى غمتنا وكتعينا راح يجينا صفات الخطر. الله تبارك وتعالى عاوننا بالخير ودعاوى الى الخير وانطحنا ان شاء الله بحول الله مع اخوتي دائما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريب كتستجب الدعاء تاعكم. دعاء الانسان للغريب والمسافر كتستجب الدعاء تاعكم. الله يوفقنا ويبقى الله يوفقنا والعمل. اللهم ارحمنا انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكر وغفر عن ذكر الغافل. ورضي الله تعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. واجعلنا معهم يا رب العالمين صلاه وتصديق وتفضيل ورفعنا به يا رب العالمين صلاه وفتحنا بها باب الرضا والتيسير وتعلمنا بها باب الشر والتقصير وتوكلنا بها ولي ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. ربنا اليك أنبنا وعليك توكلنا فانك انت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا تحمل به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت منا وانصرنا على عدوك. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه وسلام على رسول الله. نشكر الجميع ونعود للمساعدة
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.